لمعلومات أوفى بشأن مخاطر فيروس كورونا تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أخصائية الأمراض الجرثومية دكتورة نادين يارد. دكتورة نادين، وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس في إيران إلى 65 شخصا، بما تفسرين هذا الانتشار السريع للفيروس؟ فيروس الكورونا المستجد عنده قدرة للانتشار السريع. الفيروس نسبيا جديد، ونحن حاليا بعدنا في الأوساط العلمية عم نفهم الفيروس أكثر وأكثر. الفيروس عندهم عادة، كل فيروس ممكن عنده يكون إمكانية معينة للانتشار أو لتسبب الوفيات، بيختلف من فيروس لفيروس. الفيروس الكورونا المستجد عنده إمكانية انتشار سريعة كثير. نعم. طيب، الفيروس بدأ ينتشر كما تعلمين دكتورة نادين، يعني بدأ ينتشر في البحرين وقبلها الكويت. إلى أي مدى باعتقادك تتأثر المناطق الجغرافية إذا كانت ضمن نطاق دولة رصدت حالات مصابة؟ دكتورة، هل أنت معي؟ عفوا، إذا دولة رفضت. من جديد أعيد عليك السؤال دكتورة نادين، ارتفاع عدد الوفيات في نطاق معين، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على دول أخرى مجاورة لهذه الدولة التي رصدت حالات مصابة؟ عدد الوفيات ما له علاقة بالجغرافية. نعم، بالجيوغرافي. أوكي، عدد الوفيات من كورونا فيروس له علاقة بإمكانية الفيروس على أنه يكون يسبب وفيات. نعم. أوكي، أهم من هالشيء كله هو إنه نقدر نحد من انتشار، يعني لازم نترصد الحالات الممكنة إذا كانت منتقلة من مكان بؤرة فيها الكورونا. نعم. أوكي؟ نعم. هو بحد ذاته نسبة الوفيات من الكورونا فيروس منا عالية، تعتبر يعني مقارنة مع فيروسات أخرى أقل خطورة من ناحية المورتاليتي. نعم. لا تتخطى 2.2%، بينما إذا نطلع على الإنفلونزا فيروس مثلا ممكن يقتل أكثر بكثير. نعم. طيب، الآن ما له علاقة بالجيوغرافي، له علاقة بأنه نحن نكون عندنا يعني نترصد الحالات الجديدة حتى نمنع انتقاله من مريض لمريض. نسبة الانتقال عنده بالكورونا المستجد أهم بكثير. نعم. من نسبة الوفيات اللي بتسببها. نعم. الآن دكتورة نادين، ماذا عن فكرة غلق الحدود بين الدول وفاعليتها عمليا من أجل تقليل انتشار الفيروس؟ إغلاق الحدود مش بحد ذاته يلي رح يوقف الفيروس من الانتشار. أوكي، إذا كان دخل شخص حامل الفيروس إلى بلد ما عنده الفيروس وحصل في هيدا البلد الجديد الوقاية اللي لازمة حتى ما ينتشر من هالإنسان. نعم، لكن ألا يمكن أن يكون إغلاق الحدود وأعتذر للمقاطعة، ألا يمكن أن يكون إغلاق الحدود مساهما بتقنين مثلا تفشي الفيروس في دولة معينة؟ أهم شيء هو أنه ما يصير انتشار من شخص لشخص. نعم. ضمن بلد ما عنده معنه هو بؤرة. نعم. أوكي، يعني صار في أمكنة شيء 6-7 أمكنة في العالم فيها تعتبر التفشي موجود داخلها. نعم. أوكي، إنما ما فيك تسكر كل الحدود، يعني ما بعرف قديش عمليا ممكن إنه الواحد يسكر كل الحدود الجوية والبحرية. نعم. والبرية أهم بكتير، ومنكون فعالين كتير أحسن، فعالية أحسن، انه نتصدى نترصد اذا اجى كيس حتى نمنع من انه ينقل لوكالي في البلد الجديد الترانسميشن لغير عالم. نعم. في سؤالي الاخير، مثلا اجى مجموعه مثلا من منطقه معروفه موبوءه، اوكي،
نحن علميا بنتابع هدول الاشخاص اوكي يوميا وبنترصد اذا كان حاملين معهم الفيروس. نعم، وضحت هذه الفكره دكتوره نادين. وضحت هذه الفكره. لضيق الوقت اذهب الى السؤال الاخير، باعتقادك هل التجمعات في المناطق المفتوحه هل يمكن ان تكون ناقله للفيروس ام ان الاماكن المغلقه فقط هي من تتيح فرص انتقال اكثر لنقل الفيروس؟ لا اكيد المناطق المغلقه لازم انه نتجنب ونحبذ أن لا تحصل تجمعات في مناطق مغلقة، لأنه الفيروس فينا صعب ينتقل بالمناطق المفتوحة. بس أهون كثير للانتقال بطريقة فعالة في المناطق المسكرة. طبعا الخشود مش مستحبة وما لازم يصير في خشود بالأخص بالمناطق المسكرة. شكرا الدكتورة نادين ياردة الطبيبة المتخصصة بالأمراض الجرثومية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.